ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله هذه الكلمات الرائعة لو أدركنا معناها أيها الأحبة لزالت همومنا كاملة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى هذا الكلام أحبتي في الله؟ هذا الكلام يريد الله أن يقول لك إنه يكفيك، إن الله يكفي، لا تلجأ لغيره. إذا مرضت أو أصابك هم أو حادث أو ظلم أو فقر أو مشكلة أو أذى، الله وحده يكفي، الله هو حسبك. لذلك علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم عندما يتولى عنه الناس ماذا يقول: قل حسبي الله، فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. معنى حسبي الله أي أن الله يكفيني، لا أريد أحدا إلا الله. أنا أريدك يا رب أن تحل مشكلتي، سأترك الناس، سأترك كل هذا الكون وألجأ إليك يا رب العالمين فأنت تكفي. هذا هو معنى حسبي الله. لذلك طلب الله منا أن نتوكل عليه لكي يكفينا شر العباد وشر المشاكل ماديا ومعنويا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولكن أهم عنصر من عناصر التوكل على الله هو الثقة بالله، أن يكون لديك ثقة مطلقة بهذا الإله العظيم أنه يتحكم بكل ذرة من ذرات الكون، وأن هذا الإله قادر على أن يرزقك ويحفظك ويحميك ويصرف عنك الشر ويصرف عنك كل الهموم. هذه الثقة بالله هي جزء من التوكل. لذلك أنصحكم أحبتي في الله أن تجددوا إيمانكم وأن تتوكلوا على الله وأن تحفظوا هذه الكلمات، 6 كلمات الحقيقة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 6 كلمات بسيطة جدا ولكن معناها عظيم. تكرر هذه الكلمات، كررها كلما ضاقت بك الدنيا، قل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ثم قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتوكلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.